عم يبدأ العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي أخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمسي تضوي عدمي المدار عم يبدأ العد العكسي لعمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بريد لا اشكي الحظ ضايع ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العنيد وبعيد حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حارسنا بإيدي ما بندم على الماضي بندم على الدنيا شو إلها معنى لولا الاختيار شو بدها تعملنا الحلوة اليوم على عشاء؟ كل الأكلات اللي بتحبها معقول صرنا 3 سنين متزوجين حسيت فيها مرمو مثل الحلوة مزبوط ولا لا؟ أكيد حبيبة أنا كنت بتمنى احتفل فيه لوحدنا بس انتي اصريتي تعزمي شلتنا السقف لقيتها فرصة لحتى نرد العزيمة كلهم عزمونا ولا نسيت؟ لا طبعا اكيد ما نسيت ما انا كنت دائما روح غصبا عني انتي بتعرفي انا ضد عقلي هي المجاملات الاجتماعية اوقات منضطر للمجاملات بالنهاية نحن مش عايشين بجزيرة لوحدنا ولا انا غلطانة أنا بتمنى أخذك على جزيرة ونعيش فيها لوحدنا لا نشوف حدا ولا حدا يشوفنا بس نحنا تقريبا هيك عايشين أنا بعرف إنه عم بدي أخلقك بغيابي بس بكرة يجي هالأزعر هيدا رح يعبي لك وقتك كله أنا بلش دغار منه ها إمتى رح يجي الضيوف؟ رح يجوا قبل ما تروح الشمس قال حابين يصبحوا قبل العشاء يعني على 6 تقريبا هيك شيء انا رح اكون هون قبله باي باي عاصم حبيبي فيني اقول لام عبود انت تجي تساعدني حبيبتي انت بتعرفيني انا بحب اكل الا من تحت ايديك يعني
انت بتعرفي انا بقرف من اي حدا غريب يحط ايده على غرض من اغراضي، فيعني كيف اكلي؟ خلص مثل ما بدك. انا بعرف انك حامل يعني هذا اذا بدك يعني ما اكل. شو رايك نلغي العزيمه ونطلع انا وياك على شي محل برا؟ بلا ما تعذبي حالك. او اذا بدك نخضر على شي محل ونروح بالبيت احسن. صباح الخير يا نورة. صباح الفل. عاصم ليه رجعت؟ نسيت ملف العقود العقارية، ما بعرف وين حطيته. شفت لي شيء؟ لا ما شفت هيك شيء. شو هدول؟ زعتر أخضر، بقلي، بقدونس. أحسن شي بالعالم الواحد يعرف المي اللي عم تسقي الخضرة اللي عم تفوت على جسمه. يمكن نسيتهم بالمكتب. أنا رح أمشي. بدك شي؟ تأكد إنه ما نسيت شي تاني. أنا دائما نسيان قلبي وروحي عندي.
صباح الخير يا أمينة. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا أبو بدر. صباح النور يا فندم. فطار حضرتك جاهز يا فندم. تسلم إيديكي وعينيكي يا رب. عسل وجبنة وعيش، يا رب يعجبه حضرتك. ربنا ما يغيرلكيش عادة يا أمينة. كل يوم تقول لحضرتك نفس الكلام، نفس الكلام. يا عم سيبها تاخد فرصتها. الله. الله. ده إيه العسل اللي زي العسل ده؟ بالهنا والشفا، ده من كده يا فندم عشان عارف إن حضرتك ما بتفطرش إلا من تحت إيديا. طب اسألها كده يا فندم، مين بيجيب العسل والجبنة ومن أفخر الأنواع؟ ما إحنا عارفين، مفيش حد غيرك يا عم بدوي، ما إحنا عارفين. أنت الوحيد اللي بتتعب في البيت ده عشان تجيب أحلى حاجة. بسم الله ما شاء الله، ده إيه الهنا اللي أنا فيه ده؟ أمينة وعم بدوي، والله ده خير، كتير يا جماعة والله. بكرة بقى هدوق حضرتك العسل اللي هو، وتشوف حضرتك الفرق بين ده وده. ايوه انا عايزك بقى يا امينه كده تفاجئيني اول باول، وانت يا عم بدوي كمان تفاجئني باي حاجه. يا جماعه انا بقالي كتير جدا ما حدش فاجئني بحاجه حلوه. ربنا يفاجئك بكل طيب يا فندم. هو ده. بالهنا والشفا يا فندم. حبيبه قلبي. ناس طيبين والله. كده الو، القمر صحي ولا عشان النهارده اجازه بقى هنفضل في السرير؟ لا سرير ايه؟ ده انا بفطر اهو قدامي 3 دقايق ونازل على التمرين جري. بجد؟ طب خلاص. خلص كل حاجه بتعملها وكلمني. عامله لك مفاجاه حلوه قوي. مفاجاه؟ انت كنت سامعانا ولا ايه؟ اصل انا لسه بقول للاميره وعم بدوي ما حدش فاجئني بقاله كتير، فشكلك انت يا بنتي ايه اللي هتفاجئيني قبليهم؟ يخسى عليك يا كريم. انا حاجه هم حاجه تانية خالص، اوعى تقارني بيها. وفيها ايه يعني؟ فيها أنه مستحيل حد في الدنيا يقدر يسبقني في أي حاجة تخصك. مش حسيب ده يحصل أبدا. لا إذا كان كده بقى يبقى أنا ما عنديش مانع إن أنا مستني المفاجأة. أوكي؟ يلا باي يا روحي. باي يا حبيبي. لو سمحت بصراحة هم كلهم حلوين، ممكن آخد الكولكشن كلها وأوريها لخطيبي عشان يختار له عايزه منها؟ المحل كله تحت أمرك يا باشمهندسة. ألف مبروك. ميرسي، ربنا يخليك. ميرسي. هذا هو الياس بالضبط. حط لي اياه باحلى علبه بس وشلون. تكرم عينك. مش بس مزوق وبتعرف بالقياس كمان. هيدا لحتى ما تعذب المدام وترجع تبدله. إيه هاي اسمها معلميه استاذ. لحظه. سمكة جاهزة، تعي شوفي شو ناقصها قبل ما احطها بالفرن. شو بدي يكون ناقصها يعني؟ يا أهم طباخة بالعالم. ناقصها لمستك السحرية وإن شاء الله بتعجب أستاذ عاصم كمان. رح تعجبه ورح ياكل أصابيعه وراها. يلا روحي أنت على بيتك قبل ما تعتمي الدنيا. يعني ما بدي كان الضال حتى أحضر السفرة معي؟ لو علي بديك تنامي هون كمان. بتعرفي أستاذ عاصم بحب يفرجي العالم إنه مرته كتير شاطرة وعملت كل هالأكل لحالها. بس عن جد أنت شاطرة. بمساعدتك أم عبود. يلا روحي ما تأخري وفي كيس برا خديه معك. ما في داعي تعذبي حالك. انت يلي تعذبتي مش انا. كتر خيرك. Thank you.
اديني خيط اديني هيدي عني. ينعاد عليكم نايا. ميرسي حبيبتي. قابل مين؟ طيب شو هالاسره السعيده هيدي؟ شو هالاسره السعيده؟ كل سنه عيد زواج اسم الله، كل سنه عيد زواج. يمكن لحتى يضلهم متذكرين انه متزوجين. اي والله. دخلك زوجك المصون وين؟ ما يكون نسي انه اليوم عيد زواجكم. بدل ما تتمسخروا اعملوا مثلهم، هيدا من غيرتهم حبيبتي مش طالعون لتمسخروا. تفضلوا تفضلوا. يا عين يا عين. شو هالطاولة هاي؟ بتعقد بتعقد. هي بلشنا الأكل؟ ليك يا حياتي، بس تصيري تعرفي تعملي طاولة مثل هيدي بعمل لك عيد زواج، أوكي؟ لا ما إلك حق أبداً فيني. ليلى أكلها كتير طيب وهيدا أكبر دليل. منيح في دليل على حكيك معي. شوفي. بس ليلى إيه؟ إن شاء الله ما كنت أخرت عليكم. أهلاً أهلاً أهلاً. صراحة مع إنه مائدة نايا لا تقاوم بس انطرناك. يا أهلاً أستاذ عاصم. أهلاً وسهلاً فيكم. عبال ما نفرح بعرس أولادكم. شكراً ليلى شكراً. تفضلوا تفضلوا. أهلاً وسهلاً. شكراً. هلبونا شو هالقلب المزمة يا امي. تعال شوف شو بجيبوا بعيد الميلاد بالزواج. ليش شو بجيبوا غير قلب جاتو؟ اخر مره جاب لي كنافه وحلاوه الجبن كمان. ايه معلش بضلوا احسن من يلي ما بجيب شي بالمره. هبك تقولي ليلى فارس ما جاب لك هديه عيد ميلادي؟ شو ليه تذكروا بالاول؟ انا ببلش ذكره بعيدي من اول الجمعه 3 مرات بالنهار صبح وظهر وعشيه مثل الدواء الله وكيلكم. ليكم ما تفكروا انه رح اقوله هلا استعراض بس عن جد عاصم ولا مره بينسى مناسبه لحتى يهديني. تفضلي. يا ريتك بتريحيني مثل ما نايا مريحه عاصم. طبعا اذنكم راح انتحر. انا راح انتحر معك. توريني هلا تعالوا كله بعدين تنتحروا. بتعرفوا شو انا رايح ساعد مرتي بالانتحار. خاف تتلبك ما تزبط معها تزبط. تعرف خيي نزيه انا بحب فيك روح التعاون خليتني غار منك. انا رايح كمان تقلها ل قصدي ساعدها لليلى. لك رح اضطر اجي اسخن الاكل من اول وجديد. تعال لهون. هيدي فرصتنا خيي نزيه نتخلص من اسمنا ونتحرر منه. نايا حيلي بس تغرقني. نايا تعي اسبح المي بتجنن. مستحيل بالي اجري بالمي انا. ولكن زلي يا جبانه زلي. نايا كم مره بدي اقول لكم انا ما بعرف اسبح. ولك انا بعلمك ما تخافي. ما تعتلوا همي انتم بصوا واسبحوا. وانت عاصم ما بدك تفلحنا منيحه تفلحنا. مثل ما قالتنا اسبحوا وانبسطوا نحن بعدين نسبح البحر قدامنا. خدوا وقتكم لما تجوعوا قولوا لي لسخن الاكل اوكي. لوين رايحين يا عرسان؟ جيب لكم شيء لتشربوا. اكيد رايحه تجيبي لنا مشروب ولا شو؟ رجع علينا هالحكي هيدا. اسبح انت اسبح. عندكم شو ضايقه من غيرته لرشيدين يعمل حياته زوجيه ناجحه. لا يا حبيبتي المره هي بتفشي العلاقه مش الرجال لمعلوماتك. مظبوط. الله هنيك يا عاصم. يلا حطي لك معي. ليش ما خبرتيني انه في بينك وبين فارس علاقه سابقه؟ انا وفارس؟ لا تعملي حالك مصدومه؟ كل تصرفاتكم مع بعض بتدل على انه في شيء بينك وبينه. اي تصرفات؟ ولك كيف بتسمحي لنفسك تحطي ايدك على بطنه؟ انا حطيت ايدي على بطنه؟ طبعا ما رح تتذكري لانه هذا تصرف تلقائي بحكم العاده. انت لو سمعت الحديث ما كنت ظلمتني هالقد. شو ما كان الحديث؟ هذا ما بيسمح لك كمان بتزوجي تتصرفي هيك تصرفي هين زوجك قدام ارتص عليك. انت فهمين الموضوع بالعكس. كل الموضوع انه انا كنت عم برفع من معنويات ليلى لانه فارس كان عم بيتهمها انه هي ما بتعرف تطبخ. ولانه كرشه كبران ولانه ليلى هذا عذر قبح بالزمن. كل تلميحاته لإلك بتقول انه لسه عينه فيكي، كل تحليقاته فيها تسخيف لليلى، بده يقول لك انه انت المفضله عنده. وكل تلميحاته عن علاقتنا بتدل على انه هو ندمان كيف رحتي من ايده. ما بعرف اصلا اذا رحتي من ايده. يا عاصم حرام عليك. ليلى رفيقة عمري وفارس بنت خيي. ولك شو بحلف لك انه ما في شيء بيني وبينه، شو بحلف لك؟ كنت رح جن لما شفت ايدك عم تلمسه. رح جن اكثر من تلميحاته. انا بغار عليك. بغار عليك. فيني شوف ايد حدا عم تنحط عليك. كنت رح اطلع بروحه. ارجوك. كل كلمة عم ينطقها كان عم بيقول فيها انه هو عم بيشتيك. أنا بدي أكيلي لحالي توعديني أنك تقطعي علاقتي معه.
توعديني انهم يطلعوا من حياتنا؟ توعديني؟ توعديني؟ وعدك. حلو هالبود، بجنن بجنن. ميرسي مقدم. لا مش بس بجنن، بتطير العقل. يا ستي اعتبروا انه البود لكم، انتوا حددوا اي نهار بتحبوا تروحوا فيه كروز وانا حاضر. دخلك استاذ جبران، هيدا من هون لقبرص قد ايه بياخذ تقريبا؟ يعني حسب السرعة بين 3 ساعات ونص و 5 ساعات ماكسيموم. اوف واو سريع. ليش حبيبة عم تفكر تاخذني شهر عسل ثاني قبله؟ حياتي ما في داعي، نحن اصلا مجوزين جواز قبرصي. ممنوع. طيب انتوا عايش هيك كل الصيفية بتضلك على البوت؟ ليش لا ممنوع، مثل البيت اسم الله، مش ناقصه شيء. مزبوط، بس انا عندي شاليه قريبة من هون، بس ما فيها خليج مثل هيدا حتى اقدر صف البوت عليها. والله يعني انت وعاصم جيران. فيك تقول هيك، بس ما في اخذ وعطى. انه ما في مرحبا بيناتكم ابدا حتى عن بعيد. هو يعني بدك تقول شخص غير اجتماعي اصلا. لو ما نحن اصحاب مع نايا يمكن ما كان استقبلنا لنا كمان. نايا وعاصم، هيدي اول مره بسمع اساميهم منكم حتى. ما صار شيء، نحن بنعرفك عليهم. ما بحب اتطفل. قصدك ما تتطفل مثل ما اتطفلنا وطعنا لعندك لهون، يعني عم تلطشنا. يلا مش هيك، بالعكس انا كنت شايفكم قد ايه مبسوطين وكيف عم تمزحوا مع بعضكم. عن جد بحسدكم، صار لي زمان ما شفت ناس هالقد بحبوا بعض ومتصالحين مع بعض. لك يا زلمه شو فيها الدنيا غير هيك؟ يا حولاتكم احيانا كيف مبسوطين، في احلى من هالقعده هيك؟ عن جد. طيب يلا يا شباب هلا تاخرنا عنا يا زلمه نطلع. ايه بعدين انا ميت من الجوع صراحه، وجماعه ناطريننا وحاطين اكل. يلا بس قبل ما ننزل خلونا نتفق على مشوار بالبوت. بنتفق على اللي بدك اياه، بس خلينا نروح ناكل، انا ما في فكر بس كون جوعان. يلا. افوق كابتن ليه ما بترافقنا؟ لا معلي ميرسي سبقتكم. لا يا زلمه شو بك تشرب معنا شيء على القليله؟ شو بك؟ ايه بعدين فرصه لحتى نعرفك عليهم، يعني قليل جيران وما بيعرفوا بعض، بدك شالوا اياه بقى يا زلمه. طب خلص اوكي، سبقوني وبلحقكم بعد شوي. اكيد هون لانه بدنا نتفق على طلعه بالبورد. خلص اكيد. تفضل. ثانك يو. يلا تفضلوا. لا يا خليكي شوي. تاخرنا عليهم مش حلوه، وانا لازم سخن الاكل. عاصم بليز تضل لعندهم، ما تخليهم يحسوا انك بتضايق منهم ولا شيء. يعني انت هلا خايفه على زعلهم؟ تاكد انه هاي اخر مره بتشوفهم، مشان هيك تصرف طبيعي وخلي هالليله تمرق على خير. تحبيني؟ انت بتعرف لما تكون زعلانه منك ما بحب جاوبك على هالسؤال. لا محلك تحفظيني. بس فارس؟ هلا ما لقيت غير فارس؟ كيف اصلا انت بتقارن حالك بينك وبينه؟ شو جيب لجيب؟ كيف بتقارن حالك بفارس او باي رجال بهالدنيا؟ في بجيبت اللي صار بالجاكيت مفاجأة، معلش تروح تجيب. قدم لي اياه قدام الكل، خلي الكل ينحط بحجمه الطبيعي. يلا قوموا البوس بالحقني. الله الاكل ولروح عاد. لا اشتري الاكل عشان نصنع معانا عشان ولو البحر عقد بس مالح. يلا نايمين من هون بتعرفي. طيب يلا ما تاكل مقالي قررت تخفف. لا ما في بك هلا يوم تخفيف. مشينا هلا مشينا ليلى حرام. خلص يا عمي الله يسعدك. طول بدك للصحه. وينك يا عمي؟ عمي فارس فكرتهم هربتوا. الله اعلم وين كانوا غاطين يا فارس. يلا اعترفي ليش تاخرتي؟ كان باينه سبقته لعاصم نتغطي على الموضوع، بدها تجيبنا شيء نشرب. ايش رايحة تجيبيه من المعمل؟ بشرفكم يا جماعه بليز وطوا صوتكم، ما بدي عاصم يسمعكم. اف 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 ما كنت عارفك هالقد بتخافي على مشاعره لاستاذ عاصم، ما يكون عنده شو وضع مش ولا بدها.
فارس بليز بلا مسحك. نايا عن جد عم تحكي ولا عم تمزح معنا؟ سوري ليلى، ما قصدي علي صوتي او عصب، بس عن جد عاصم ما بحبون هالمسحات. وقور يعني؟ ايه والله وقور، مش مثل حكايتكم بلا اخلاق. روق شوي. على كل إن العمر له حق، بدك تفهم، بصير بعمره نحن اكيد رح نصير نتصرف هيك. نزيه نزيه بليز، عاصم عن جد بيتحسس من هالمواضيع. طيب خلص نايا، خلص ما تعطي الهم، ما بقى رح نحكي باي موضوع بحسسه لاستاذ عاصم. اذا شيء بنحكي سياسه شرق اوسطيه او بالازمه الاقتصاديه العالميه التي تخنق المجتمعات. طمنوني ان شاء الله عجبتكم الاسبوع على شطنا. روعه. انا كنت عم خطط لحتى اشتري يخت، بس لما عرفت انه نايا ما بتعرف تسبح لغيت الفكره يعني. لا ما تلغيها، نحن سبيحه من عجب خاطرك دخيله. اصلا ما راحش عليك، مستر جبران وعدنا بجزدوره على البوت تبعه. مين جبران؟ جبران جارك، تخيل تعرفنا عليه قبلك. شخص كتير جنتل، والبوت تبعه شي بيهبل، الله يهنيه فيه. ولو بتشوف عزمناه هلا جاي لعندكم هون يتعرف عليكم. لك ايه، ما ركعنا عليه بالعزيمه. بدي سخن السمع. انا بستأذن، رح شوف نايا اذا لازم شيء. طبعا تفضل. يا جماعة اقطوا عاصم محب الفكرة، يمكن تسرعنا، كان لازم ناخد رأيه بالأول للزلمة، ما هيك؟ مزبوط، أصلا هو كان بتعرف عليه، كان تعرف عليه من الأول، شو كان ناطرنا لقلنا؟ بس نحن حشورين. هلأ اللي صار صار، ماشي الحال، شو رح ياكلوا للزلمة؟ معك حق حبيبي، أول مرة بنتبه قدي أصحابي تقل الدم، بس كرمالي ما تقلن شي، خليهم ياكلوا بفلوا عبيوتهم. بعد شو؟ بدون يورطوني مع واحد ما بعرف أصله مفصله، بكل وقاحة استولى على الخليج تبعي وعملوا كراج للمركب تبعه. أنا ما كنت حاسبه، بس لحتى ما خليه ياخد ويعطي معي، ما بحب. فيك تقلن بكل بساطة إنه ما بقى يتدخلوا بحياتنا، وحدا مني يروح لعند الزلمة يعتذر منه ويقله إنه أنت منك مستعد تستقبله، ولا هو ولا غيره، هيك منخلص، نضرب عصفورين بحجر واحد وبيفهموا بقى. يعني انت نايا بتعرفيني حبيبتي، يعني لا مكانتي ولا اخلاقي بتسمح لي احط حالي بهيك موقف، يعني انا مالي مثلهم. اكيد حبيبي، انت وين وهن وين، بس ما تستغرب يكونوا احرجوا له كمان. مش عم صدق كيف تصلبطوا عليه للزلمه واحرجوه لحتى ياخذهم معه مشوار بالبحر، يا عيب الشوم، انا ما شايفه اوقح من هيك، وهيدا ما بيعرفوه، كيف اذا كان بيعرفوه كمان. بعتذر حبيبي، حطيتك وحطيت حالي بهيك موقف، إذا بدك بروح أنا بتصرف. لا خلص ما في داعي على قولتك، يعني خلينا نتحملونا بما يخلصوا، بعدين هذا الجار يعني لوحده هو رح يفهم إنه نحنا ما بنحب نتعاطى مع حدا. يا جماعة اللقو هو ملك البحر، ولك خلق للسمك الحرة. ايه بس كمان طيب بالقلب. يا عم حش تحكوني انت وياك كيف ما كان طالع نازل، بعد السلطان ابراهيم بالقلب ما في. انا عبود بالسمك وتكون حد البحر، وانت بعيد عن البحر خلص ما عود بيطلع بالي، ما عود بشتي. ليه السمك الجبلي في اطيب منه؟ معقول انت نزيف كمان. ايه وصل جبران. اهلا. والله حمادك بتحبك، يلا شرف. بونسوار، بس للاسف انا ما عندي حمق. يعني يا لك جبران سلامي. عاصم غريب، تشرفنا استاذ عاصم. اهلا اهلا وسهلا. اهلا مدام نايا. ما تواخذنا استاذ جبران، ما قادرين نسلم عليك، عم نفص في السمك. خذوا راحتكم صحتين. استاذ عاصم الحقيقه انا من زمان حابب زورك واتعرف عليك، يعني مثل كانه نحن جيران بالاسم مش اكثر. الحقيقه انا في بكير كثير وبرجع بالليل مأخر تعبان، يعني لدرجه بنام وانا عم اسمع الاخبار. لاحظت هذا الشيء مدام نايا. استاذ عاصم ما حبيت اول مره ازوركم وايدي فاضيه، ف بتمنى تقبلوا مني هالهديه المتواضعه. ميرسي كلك ذوق، بس ما كيف لزوم تتعذب. ابدا مدام، ما في عذاب، هودي شويه سمك تصيادهم انا وبالبحر،
يعني الصيد هو هوايتي. تفضل تفضل. شكرا. وشو الأمر مستر جبران؟ هالمرة سلطان إبراهيم. أيوة بعدنا بالسيرة. ولك أنت مزوي أطيب سمكة سلطان إبراهيم. وشو بتصيد أشياء تانية؟ حسب كل أنواع أوقات ريديس مليفة أخطبوط كلامار. حلو والله. بس يا جبران شو بتشتغل بالأصل؟ كنت قبطان، قضيت سنين طويلة من عمري بقلب البحر. واو نيالك، ما بتخاف؟ مدام نايا البحر بشم ريحة الخوف، ما بيغلب إلا يلي بيخاف منه. بس تبطلت خايفه بتحسي إنه أنت يلي مسيطر علي مش هو. يعني باختصار اللي بيخاف من البعبعة بيطلع له. غريب، أنا كل يوم بطلع له لسامية مع إنه ما بتخاف مني. حضرتك من المنطقة ولا ضيف؟ إيه أنا عندي شاليه هون قريب عليكم، وبتمنى شنهار أنت والمدام نايا وضيوفكم تشرفوني. يعني فينا نعتبرك مقيم. حقيقة بالصيف أكتر من الشتاء. من زمان عندك اليخت؟ بقصد من إمتى بتمارس هواية الصيد؟ لا اليخت ما صار له زمان، صار له كم شهر عندي، بس أنا بتصيد من أنا وصغير وصرت بحار من ورا هالشي. حضرتك مسيو عاصم شو بتشتغل؟ تجارة. أنا بتجارة الأراضي. شغلة عظيمة وبدها دماغ حتى الإنسان يعرف إمتى يشتري وإمتى يبيع. دايما يا جماعة عقبال مية أحلى عرسان. عم تعملي انت وين رايحة؟ تركيون. شو تركيون؟ ما بكفيك كل المحل والمطبخ كمان؟ مساعدك شوي. عامل إن شاء الله يا أستاذ. أوه شو بدك بالحكي؟ الشبعان غير الجوعان. أهلا أهلا أهلا. كريم مرة كي عملي تمام الحمد لله. أهلا وسهلا. إزاي حدك عامل إيه؟ تمام أشوفك. ها صباح الفل. تأخرت عليكي؟ لا. حكي يا حبيبي مشكورك. إيه ده في عشوة طبعا. ها كل الناس بتحبك يا كريم. يعني مش كلهم. لا كله، وانا اوله واخره. انت بس عشان طيبه حبتين. يا سلام. هي دي المفاجاه. لا دي هديه بجد بقى. ده دبل بجد والله. دبل بصي دبل. كنتش اعرف يعني ان الدبل شكلها كده اليومين دول. لا هي الدبل شكلها كده. دبل اهي. دي دبله. دي دبله صغيره. دبله دبل والله. بصي يا دبل اهي وخواتم دبل. كريم دبل. كريم مش نبطل هزار بقى؟ مش شايف انه عين الاوان ولا ايه؟ كل شيء باوانه. وقتها هجيب لك احلى شبكه. كريم أنا مش عايزة حاجة في الدنيا غير إحنا نكون مع بعض. بحس إن أنا يعني مش عارفة أكون مع أي واحد تاني غيرك. أنت عارف حاجة؟ أنا النهاردة لما تروح البيت هتلاقي تورتة بمناسبة عيد ميلادنا ورا، عشان عارفه ان انت بتحتفل بعيد ميلادها كل سنه. متشكر قوي. بس ليه تعبتي نفسك؟ لا انا ما تعبتش نفسي ولا حاجه يا كريم. انا بس بعمل كل حاجه عشان نقرب فيها من بعض. ايه ده؟ في حاجه في دقي؟ تعال بس. شعر ابيض ما انا عارف. تعال يا كريم قرب. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه كده بس؟ ايه في ايه؟ مش فاهمه. سوري يا كريم كنت فاكراها ملزوقه بالغلط يعني. خلاص حصل خير.
تتعشي. اللي انت عايزه. لو سمحت. انه معقول يعني مايا انت ما عندك حدا يساعدك؟ انا كثير موسوسه اصلا، ما في حدا يساعدني وما بحب اشغل حدا. واو شو هيدا مايا؟ ما بعرفك هالقد مرتبه، كنت اكثر وحده فوضويه فينا. عاصم هيك بحب. الظاهر وحده بتصير تتطبع بأطباع جوزها. ايه ولا انا ما كيف في ارتب من نبت اهلي وقت تجوزته لفارس؟ انه برتب من هون بينزع من هون يمكن خشيت مثله يعني. شو بتقولي انا صحت 10 كيلو من وراء ما بحب بطنه وهو بيبقى مثل العوده وانا كرمالي بنصع. ايه لا انا بس عارب على اذا بدي لحقه لفارس ما بقفوت بهالباب. شو هيدا؟ شو هي؟ هيدا اللي فوق. هاي كاميرا شو اول مره بتشوفيها؟ اه ايه كاميرا هي. انا بعرف الكاميرا بحطوها برات البيت مش جواته. ما نحن لانه قاعدين بمحل مقطوع وعاصم كثير بخاف علي اغلبيه الاوقات انا بقعد لوحدي فركب كاميرا بالبيت. روعه الاناره عندك رائعه بتكشف البحر كله. هو امان اكثر بالليل. معك حق البحر حدوده مفتوحة والاحتياط واجب. أوقات وأنا على البوت بالليل بشوف حدا بنص الليل عم يتسبح بس من المستحيل إني أعرف مين هو أو أقدر ميز شكله لأنه ما عندي هاي الإنارة ولا كشاف. وخفر السواحل شو عم بيعملوا دخلك؟ لك قد ما يكون إلا ما يقدروا يزمطوا منه. طيب إذا حسيت على شيء مرة تانية بتمنى تخبرني وهي بطاقتي خليها معك. أوكي. اوه اجا قلم الجاتو. كل سنه ونحن بخير حبيبي. روحوا ما حدا قدكم. يا ريت كل سنه عندكم عيد وسمكه حره. ان شاء الله السنه الجايه بتكوني حامل البيبي على ايدي وعامل تحته. انا من حسن حظي اني احضر معكم هالمناسبه وبتمنى لكم السعاده. شرفتنا. اهلا وسهلا. صحيح ما تنسونا مشوار البحر. استاذ عاصم مدام نايا بشرفني انكم تشاركونا بهالرحله. انا؟ نوي مستحيل. مدام نايا لازم تشيل هيدا الخوف. مش هيك استاذ عاصم؟ يا نايا بتخاف كثير من البحر وانا ما راح اطلع واتركها. معكم ثلاث ايام حتى تفكروا. صدقوني ما راح تندموا. البحر حلو. كثير حلو مدام نايا، كثير. ايه نايا بليز. يلا يلا نايا قولي ايه؟ فكر بالموضوع. برافو مدام نايا بلشت تكسر حاجز الخوف. يلا ناكل جاتو. يلا اخيرا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nawara. Happy birthday to you. كل سنة وانت طيب. طيب عن جد ميرسي كثير نايا. اذا بتريدي شيف نايا. يا عين شي عرمرمه. طب مش راح كثير نايا هلا مرتي جاي بتحط حالك براسي بنروح عند سجو برمجي. شد حالك. ايه بالموضوع. دايما يا جماعه. بدها مشكلتك وقت بتفكري بالموضوع خلص يلا فلني. ناطرينكم. ناطرينكم بعد كم يوم. باي. شرفنا بس يا جبران. باي. عن جد انا راح اكون كثير مبسوط وبتمنى تلبوا دعوتي.
شوف، هو الموضوع بيتعلق بنايا، اذا هي ما عندها مشكله انا موافق. كما فكي بالموضوع برجوف، بس رح حاول. خي هيدي الخبريه روعه. طيب تصبح على خير. بيعرف اسمك ولك؟ من وين بيعرف انك بتخافي من البحر يا كلبة؟ والله العظيم ما بعرف، يمكن سامي او ليلى خبروه. يعني بتتفقوني انه ما حكيتوا مع بعضكم قبل هلا وانه زيارته لعنا كثير عفوية يا واطية؟ صدقني اول مرة بشوفه، اول مرة بحكي معه، صدقني. بعدين فورا ارتخيتي؟ دغري اقنعك؟ مع الاساس انه انت بتخافي من البحر يا كلبة؟ ليش انا ما قدرت شجعك؟ ليش هو؟ ليش هو؟ حسيتي بالأمان لأنه قبطان يا حيواني. أنت ليش شجعتني مش هو؟ أنا كنت فكرتك راضي. حتى لو كنت عم تصرف برباقة قدام أصدقائك هذا ما بيعني إنه أنا موافق. لازم تفهمي علي من نظرة يا خبية. ما انتبهت، والله ما انتبهت. ما انتبهتي؟ نحن اتفقنا أنك تقطعي علاقتك معهم، مزبوط ولا لا؟ سامحني، بعتذر بعتذر، ما بقى اشوفه بوعدك.